فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت مع إحدى زوجاتي إلى الحج وبقيت معها هناك حوالي شهرين، سؤاله: هل يجب علي أن أبقى مع الزوجة الثانية هذه المدة وأقضيه لها؟ لا، سفرك أنت معذور، أي سفرك أنت معذور، تبدأ من جديد بين الزوجات، تبدأ القسمة من جديد بين الزوجات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.